سعيدين بمشاركتنا كجولف كرافت السنة في معرض موناكو. وهذا المعرض أولا نعرض فيه منتجات جديدة لأول مرة، نعرض الماجستي 140 ونعرض أيضا النوماد 95 SUV. نحن نعرض الـ 140 ما بس لأول مرة، ولكن لأول مرة عملنا مع المصمم كريستيانو غاتو في هذا اليخت. طبعا فاز في كان كأحسن تصميم داخلي في فئة الـ 40 إلى 45 متر. وطبعا وجود غولف كرافت اليوم في موناكو، اليوم نحن 8 سنوات نعرض هنا في موناكو وفي كان، فأصبح لنا وجود دولي دائم، وأيضا احترام بين المصنعين الكبار وبين المصممين وبين الموزعين في أوروبا، لأن هذا المعرض هو المعرض الأساسي في العالم اللي يريد يكون جاد فيما يتعلق بصناعة اليخوت، فهذا هو المكان. لا تستطيع أن تكون خارج هذا المكان وتكون المصنعين المهمين في العالم، فهذا هو المركز الرئيسي الحقيقة لتجارة اليخوت، صناعة اليخوت، تصميم اليخوت وتوزيع اليخوت. الفينش في التصميم الداخلي سبق التصميمات الاثنين اللي سبقت، هو تصميم يعني أقرب إلى استخدامنا في الوطن العربي في منطقة الخليج. هذا غلب عليه الطابع الأوروبي، السوبر اللي نسميه سوبر، طابع الأوروبي اللي هو simple but elegant، اللي هو أكثر محبوب في أوروبا، اللي هو ما في تعقيدات زايدة في التصميم، التصميم السهل لكن التصميم الستل الجميل الراكز نسميه.